السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة أخرى من سلسلة هوات ريحانة كمال. نقدم لكم كيك غولي سهل وسريع، التحضير بجينواز ناجحة 100%. يكفي تبعوا الطريقة كما كتشاهدوا معايا، كتجي رائعة جدا. وحتى طريقة تزيين الكيك غولي بطريقة بسيطة، يمكن لكم تضيفوا إضافات ديالكم. هادشي كيبقى حسب الذوق وحسب المتوفر. نشاهدوا مع بعض كيفاش كتجي جينواز اسفنجية ورطبة، ونخليكم مع مشاهدة الفيديو. كيف ديما ما تنسوش وضع لايك وانضمام للقناة وبارتاجي الفيديو. بسم الله على بركة الله. المكونات كنحتاجو 4 ديال البيضات اللي كيكونوا بدرجة حرارة الغرفة، نخرجوهم من قبل من الثلاجة. عندنا كاس ديال السكر سنيدة، من الأفضل تكون رقيقة، ما يعادل 100 غرام. عندنا هنايا كيس ديال سكر فانيلا مع رشة من الملح. غادي نخفق هذه المكونات كلها غير في الخلاط الكهربائي، ممكن تستعملوا طراب الكهربائي. غادي نشاهدوا مع بعض الطريقة. وضعت البيض، كنضيف سكر سنيدة، كنضيف سكر فانيلا مع رشة من الملح. غادي نخلط هاد المكونات حتى كيبان ليا الخليط كيبدا اللون ديالو ابيض. عاد غادي نضيف 5 ملاعق كبيرة من ماء ساخن. كما كتشاهدوا معايا الخليط كيبدا اللون ديالو ابيض، كنضيف ليه هنايا 5 ملاعق كبيرة ديال ماء ساخن، ماشي بارد ماشي سخون بزاف، كنعبرو بملعقة طعام اللي كتكون كبيرة. غادي نضيفو دفعة واحدة ونزيد نخفق الكل جيدا. نفرغ الخليط في إناء. إلا كنتو غتستعملو الطراب الكهربائي، بالنسبة للماء كتضيفوه شوية بشوية. غادي نضيفو كاس ديال الطحين، بالنسبة لكمية الطحين غادي نستعملو 200 غرام. بالنسبة للكاس 2 كؤوس ديال الطحين مع كيس ديال خميرة الحلويات 7 غرام. غنضيفو الكاس الأول وكنخلطو. عاد غادي نضيفو الكأس الثاني. ضروري من الطحين ما يكون مغربل من قبل. كنضيفو الكاس الثاني، نضيف 7 غرام من خميرة الحلويات وكنخلط كلشي مزيان. هذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه بهذا الشكل. بالنسبه للمول فاش غادي نستعملها، خديت هاد اللاطه وضعت فيها ورق سلك غيزي ودهنتها بالزبده. بالنسبه للقياس غادي نوضع لكم صندوق الوصف، ممكن تستعملوها في مول دائري 24 سنتيم. كيبقى هادشي اختيار، ماشي بالضروري تستعملوا نفس الصفيحه. غادي نشعل الفران. بالنسبه ليا غادي نشعل الفران نار من اسفل فقط، ممكن تشعلوا لها اسفل واعلى وتردوا معها البال بسرعه كطيب. كنرفعو يدنا الأعلى وغادي نفرغو الخليط. وكنوزعو على اللاطا وغادي ندخلوها الفران. بالنسبة للورق السلفغيزي حتى هو دهنتو بالزبدة.
الجينواز بعد ما خرجتها مازال سخونه، كتاخذ لينا واحد اللون اللي كيكون ذهبي، ما كتحمرش بزاف. خدات ليا 12 دقيقه. اما كتقلبوها في منديل او في بابي سلفريزي. مازال سخونه، نحاول نحيدو هاد الجنيبات اللي كيكونوا ما مقادينش. صافي وغادي نقلبوها. كما لاحظتوا بالمنديل ديالها صافي، وغادي نخليها كتبرد كتاخد هاد الشكل هذا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن تستعملوا المربى، ممكن تستعملوا الكريم شانتي اللي كتكون طالعه، تضيفوا ليها الجبن، تضيفوا ليها البراليني، كتجي نكهات مختلفه. كلشي كيبقى حسب الذوق وحسب المتوفر. غادي نديروه بحاجه اللي بسيطه وفي نفس الوقت كتجي لذيذه. انا غادي نستعمل المربى ديال الحامض، كنفضل النكهه ديال الحامض. ممكن تستعملوا مربى الفريز، ممكن تستعملوا مربى المشمش، كلشي كيبقى حسب الذوق ديالكم. غادي نشاهدوا الكيك من الداخل، كما لاحظتوا راه ما كيلصقش وما كيتكسرش نهائيا. كما لاحظتوا كيبقى شكل، كيبقى شاد الشكل. بالنسبه للمنديل انا ما نفزكاه حتى حاجه، كما لاحظتوا كلشي واضح، ما كيلصقش ما كيتكسرش نهائيا. غادي ندهنوه بالمربى، نحاولوا نبسطوا هذا القسم هذا. واش غادي ندهنوه؟ التزيين كيبقى حسب الرغبه ديالكم، كنعاود ناكدها ماشي بالضروري نفس المكونات. غادي ندهنوه كله، غادي نوزع عليه شويه ديال اللوز الايفيلي اللي كيكون محمر، تكون عندنا واحد القرمشه. ما كيحتاج اننا نسقيو جينواز، لاحظوا معايا راها اسفنجيه ورطبه. كنضيف شويه ديال اللوز ايفيلي، حمرته في الفران، كنكسرو بيديا وكنعاودو اللف ديالو بلا منديل دابا، لانه واخد لينا الشكل من قبل كما لاحظتوا بهذا الشكل. بالنسبه للوجه ديالو ايضا غادي ندهنوه بالمربى، وغادي نوزع عليه الكوك اللي هو جوز الهند، او ممكن ديرو حتى رقائق اللوز، هادشي كيبقى اختياري. خديت المربى ديال المشماش وغادي ندهن الوجه ديالو. ممكن تستعملوا المربى النكهه اللي كتفضلوا. كناخذوا مصفات كنبداو نوزعو الكوك اللي هو جوز الهند، وكنحاولوا حتى للجهه الاخرى. صافي وغادي نقطعوا ونقدموه بالصحه والراحه.